هذا يسأل يقول أنه أثناء السجود في الصلاة من الزحام نضطر لوضع الساعدين تحتنا ويكونون ملامسين للأرض. لا يا أخي، ما يجوز هذا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن افتراش الذراعين في السجود، لأن هذا يشبه افتراش الكلب. الكلب إذا صار على الأرض يضع ذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ونهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فارفع ذراعيك، اجعلهم فوق ركبتيك، فوق ركبتيك، اعتمد على الركبتين ما يخالف، أما أنك تضعهم على الأرض لا.